شركه اس بي اس بالخديم هي الشركه الرائده في مكافحه الافات الضاره في المغرب. تأسست الشركة في سنة 2002، مقرها الرئيسي شارع شفشاوني عين سبع الدار البيضاء، وهناك وكالتين، الأولى بطنجة والثانية بمراكش. يتم تسيير الشركة من طرف خبراء يتمتعون بخبرة كبيرة في مكافحة الآفات الضارة. تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات لمكافحة الآفات الضارة للأفراد والمهنيين، كالمطاعم، الفنادق، شركات صناعة الأدوية وشركات صناعة الأغذية، وكذلك المؤسسات التعليمية والمؤسسات الطبية. وضعت الشركة برامج متكاملة ومجموعة من الأدوية المرخصة من طرف وزارة الصحة لمكافحة الآفات الضارة والمحافظة على صحة الأفراد والبيئة. لطالما كان إرضاء زبنائنا في صميم اهتمامنا، ونسعى جاهدين كل يوم في تحسين جودة خدماتنا. وفي هذا الصدد نرصد بفخر شهادة إيزو 9001 التي نبرهن من خلالها على جودة خدماتنا، وإيزو 14001 التي نبين من خلالها احترامنا لسلامة البيئة، وإيزو 45001 التي نبين من خلالها احترامنا لسلامة وصحة العمال. يعرف القطاع كباقي القطاعات مشاكل عديدة نرصد منها. مشكل أن وزارة الصحة ترخص الأدوية ديال إبادة الحشرات والفيران، ولكن المستعمل غير مرخص. لذا نطلب من وزارة الصحة ترخيص أي مستعمل لهذه الأدوية على صعيد الوطني. هناك مشاكل أخرى، منها استعمال المواطن للأدوية محاربة الحشرات التي يستخدمها في المنازل، لأن هذه الأدوية مخصصة للفلاحة، وعندما يستعملها في المنازل وهي مناطق مغلقة يترتب عنها تسمم، يا إما للأشخاص أو للمواد الغذائية الموجودة بالمنازل. لهذا نطلب من المواطنين الاتصال بالشركات المتخصصة في هذا المجال لجودة الخدمة وكذلك إعطاء الضمانة للمواطنين.